بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب الصف الحادي عشر المسار الأدبي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد بعنوان قيام الدولة العثمانية مراجعة وتدريبات. عزيزي الطالب، تذكر ما تم دراسته في درس قيام الدولة العثمانية. الموضوع الأول أصل العثمانيين وجذورهم. الموضوع الثاني أشهر سلاطين الدولة العثمانية، السلطان أرطغرل ثم السلطان عثمان بن أرطغرل وأخيرا السلطان أورخان بن عثمان. عزيزي الطالب، تذكر أصل العثمانيين وجذورهم. والآن تذكر معي عزيز الطالب أصل العثمانيين وجذورهم من خلال الخريطة التي أمامك. ينسب العثمانيون إلى قبيلة تسمى، أحسنتم، قبيلة قاي، والتي كانت تسكن في منطقة ماذا؟ إجابة صحيحة عزيز الطالب، كانت تسكن في منطقة التركستان في وسط آسيا. ولكن لماذا تحرك العثمانيون من موطنهم الأصلي في تركستان؟ أحسنت عزيز الطالب، بعد قدوم المغول نحو العالم الإسلامي قاد سليمان شاه قبيلته نحو الأناضول واستقر في مدينة ماذا؟ استقر، أحسنتم أبنائي، في مدينة أخلاط. وبعد وفاة سليمان شاه خلفه ابنه الأوسط، أحسنتم، أرطغرل، والذي قاد قبيلته نحو الشمال الغربي من الأناضول، حيث توجد دولة ماذا؟ في الأناضول توجد دولة السلاجقة. وفي أثناء ذلك شارك أرطغرل مع السلاجقة حربا ضد عدوهم الدولة البيزنطية، واستطاع أرطغرل وأمير دولة السلاجقة علاء الدين قيقباد الثالث تحقيق الانتصارات على الدولة البيزنطية. ولذلك كافأ أمير دولة السلاجقة علاء الدين أرطغرل بأن منحه أرضا على الحدود مع الدولة البيزنطية، منطقة سوغوت. عزيز الطالب، تذكر أشهر سلاطين الدولة العثمانية. افتح الكتاب صفحة 104 واذكر أشهر سلاطين الدولة العثمانية. أحسنت عزيز الطالب، السلطان أرطغرل والذي تولى الحكم منذ عام 1232 وحتى عام 1299، ثم السلطان عثمان بن أرطغرل والذي تولى الحكم منذ عام 1299 وحتى عام 1326، ثم السلطان أورخان ابن عثمان والذي تولى الحكم منذ عام 1326 وحتى عام 1360. والآن أبنائي الطلاب، مع تدريبات الكتاب صفحة 113 و114. عزيزي الطالب، افتح الكتاب صفحة 113 وأجب عن الأسئلة التالية. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يلي. 1. كانت قبيلة قاي التركية تعيش في منطقة ألف تركستان، باء الأناضول،
جيم البلقان دال العراق. أحسنتم أبنائي، في منطقة التركستان. وحدى السلطان قبائل وعشائر الأوغوذ التركية تحت قيادته: ألف أرخان، باء عثمان، جيم أرطغرل، دال كندز آل. أحسنتم أبنائي، وحدى السلطان أرطغرل قبائل وعشائر الأوغوز التركية تحت قيادته. رقم ثلاثة، هاجرت قبيلة قاي إلى الأناضول بسبب ضغط: ألف الصليبيين، باء المغول، جيم الفرس، دال الروم. أحسنتم أبنائي، المغول. رقم أربعة، أسس جيش الإنكشارية، هل السلطان ألف أرطغرل، باء عثمان، جيم أرخان، دال علاء الدين. أحسنتم أبنائي، أسس السلطان أرخان جيش الإنكشارية. السؤال الثاني، بما تفسر اختيار السلطان السلجوقي منطقة سوغوت ومنحها لأرطغرل؟ أحسنتم أبنائي، أولاً ليشكل العثمانيون درعاً يحمي السلاجقة من غارات الدولة البيزنطية. ثانياً، لنشر الأمن والنظام في تلك المنطقة التي كانت تعاني من انتشار الفوضى وأعمال السلب والنهب. ثالثاً، إسكان البدو القادمين من سهول آسيا في أطراف الدولة بعيداً عن حضر المدن والعواصم لاختلاف العادات والطباع. رقم اثنان، بما تفسر وجود عدة عوامل ساعدت أرخان على تحقيق أهدافه بأوروبا؟ إجابة صحيحة أبنائي، هناك عديد من العوامل التي ساعدت أرخان في تحقيق أهدافه في أوروبا، منها وحدة الصف العثماني وتجمعهم حول هدف واحد. ثانياً، مهارة القادة العثمانيين العسكرية وبراعتهم السياسية أثناء توسعاتهم. ثالثاً، توافر الإمكانيات المادية والمعنوية والتي ساعدتهم على فتح الأراضي البيزنطية في الأناضول وتدعيم سلطتهم فيها. كذلك ضعف الدولة البيزنطية وتفكك المجتمع البيزنطي سياسياً ودينياً واجتماعياً، مما سهل على العثمانيين ضم أقاليم هذه الدولة. رقم ثلاث، بما تفسر تشييد عثمان ابن أرطغرل الكثير من القلاع والحصون؟ أحسنتم أبنائي، من أجل الحراسة والمراقبة. رقم أربعة، بما تفسر هجرة القبائل التركية من آسيا الصغرى إلى منطقة الأناضول؟ إجابة صحيحة أبنائي، بعد قدوم المغول نحو العالم الإسلامي اضطرت القبائل التركية إلى ترك موطنها الأصلي في آسيا الصغرى والاتجاه إلى الأناضول. رقم خمس، بما تفسر احتفاظ الشعوب التي حكمها العثمانيون بدينهم ولغتهم؟ أحسنتم، بسبب اتباع العثمانيون سياسة التسامح الديني والعرقي فلم يفرضوا دينهم أو لغتهم على الشعوب التي حكموها. والآن مع السؤال الثالث، ما النتائج المترتبة على؟ رقم واحد، حفاظ الإمارة التركية الناشئة
على وحدة الإمارة. أحسنتم أبنائي، لم يسمحوا بتقسيم الدولة عند انتقال السلطة إلى الورثة. رقم 2، وصول أورخان إلى مدينة جاليبولي. أحسنتم أبنائي، أصبحت في وقتها أول قاعدة عثمانية في أوروبا. رقم 3، عدم فرض العثمانيين دينهم أو لغتهم على الشعوب التي حكموها. ترتب على ذلك قلة الثورات والاضطرابات الداخلية. والآن مع السؤال الرابع، اثبت بالأدلة التاريخية صحة ما يلي. رقم 1، توسيع أرطغرل مناطق حكمه. أحسنتم أبنائي، لم يكتفي أرطغرل بالمنطقة التي منحها له السلطان السلجوقي علاء الدين، فأخذ يهاجم ممتلكات الدولة البيزنطية في الأناضول وأضاف مساحات جديدة لدولته. رقم 2، تميز عهد أورخان بإنجاز الأعمال سواء المرتبطة بالفتح العسكري أو البناء الداخلي. إجابة صحيحة أبنائي، استطاع السلطان أورخان فتح مدينة جاليبولي وأصبحت أول قاعدة عثمانية في أوروبا. كذلك أنشأ أول مدرسة عثمانية عام 1331 وهي مدرسة إزنيق. تابع السؤال الرابع، اثبت بالأدلة التاريخية صحة ما يلي. رقم 3، اتسمت الإمارة التركية الناشئة بعدد من المميزات أدت إلى التوسع والاستمرار. أحسنت عزيز الطالب، الاعتماد على التركمان الذين يتميزون بالقوة والشجاعة، كذلك توفير مصدر اقتصادي بسبب قرب الإمارة من الطريق التجاري الذي يربط المناطق البيزنطية في الغرب بالمناطق التي يسيطر عليها المغول في الشرق، كذلك الحفاظ على وحدة الإمارة فلم يسمحوا بالتقسيم عند انتقال السلطة إلى الورثة، اتباع سياسة التسامح الديني والعرقي فلم يفرضوا دينهم أو لغتهم على الشعوب التي حكموها، بل احتفظت هذه الشعوب بدينها ولغتها، ونتج عن هذا قلة الثورات والاضطرابات الداخلية، بل وترحيب الشعوب بهم لتخليصهم من اضطهاد وظلم الحكام وقت انتشر فيه الاضطهاد الديني ومحاكم التفتيش في الغرب الأوروبي. أبنائي الطلاب، من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.